فاكرين الشخص الجميل الامور ده اللي كان عمال يصور كل حاجه في احداث البيج مام؟ الشخص ده اسمه مورغنز، وده بيكون صاحب اكبر جريده في العالم والمسؤول عن كل معلومات واخبار العالم. طبعا كان عمال يصور كل حاجه حصلت مع البيج مام، وفي الاخر جمع شويه كلام جميل مع صوره اجمل ونشرها في الجورنان بتاعه ان بقى في يونكو خامس. طبعا اكيد عرفتوا مين اليونكو الخامس ده، وهو بيكون مونكي دي لوفي. طبعا الاخبار بتلف حول العالم وبتوصل لذو الشعر الاحمر شانكس. شانكس في الوقت ده ما حسيناش انه مش مصدوم او انه مش مستغرب، ولكن حسينا انه كان متاكد ان ده هيحصل عاجلا او اجلا. وطبعا بدا يفتكر ذكرياته هو ولوفي وهو طفل صغير، لكن مش ده موضوعنا. بنشوف كمان الاخبار وصلت للبحريه، لكن طبعا وزي كل مره ان اي خبر عن مونكي دي لوفي ما بيعجبش الادميرال البحريه اكاينو، وكمان بيتوعد للوفي. نرجع للوفي اللي بعد ما بيفوق بيلاقي في جيبه علبه مصنوعه من التكنولوجيا الخارقه للجيرمي، ودي بتدي قوه لاي شخص بيلبسها، لكن سانجي بيرفض انه يستخدمها وبيقول انه عاوز يعتمد على قوته الخاصه. وكمان بنشوف ان نامي اخذت زيوس من البيج مام بعد ما اخضعته بقوه الرعد بتاعتها، وبنشوف سانجي ان المكافاه بقت عليه 330 مليون بري، واللي بيزعل واللي بيفرح وبيكون الهزار كتير. في الوقت ده كانت حكومه العالم بتعمل اجتماع الريفيري لكل قاده العالم او حكام الدول اللي تابعه للحكومه العالميه، وده بيكون في ارض الماريجويس المقدسه، والاجتماع ده بيكون كل 4 سنين. طبعا بيروح ملك جزيره البرمائيين نبتون، وبتنضم ليه بنته شيراهوشي واثنين من اولاد الذكور، وبنشوف كمان اثنين من حكام دول رايحين عشان يحضروا الاجتماع، ومعاهم الاميره ريبيكا. بيحاول بعض القراصنه انهم يخطفوهم، لكن بيتصدى ليهم نائب الادميرال كوبي. بيشوف كوبي الجريده وبيعرف ان لوفي بقى يونكو وبيفرح جدا، لكن في شخص ما بيعجبوش اللي حصل وهو اليونكو كايدو. كايدو غاضب جدا من ان لوفي وقف تجاره الصمايل بتاعته، وكمان هاجم على البيج مام. وطبعا برضو الاخبار بتوصل للبيج مام وبتكون مولعه من الغضب بسبب اللي اتكتب عليها في الجريده ده، وكمان اليونكو تيتشي، بس ده بيكون سعيد واكيد عارفين ليه. نرجع للوفي وبيعرف ان المكافاه بتاعته ارتفعت بشكل كبير، وهي بتكون 1.5 مليار بري، وكله بيكون مصدوم من مكافاه لوفي انها ارتفعت بشكل مفاجئ جدا. بنشوف 50 شخص من حكام الدول التابعه للحكومه وكلهم متجهين للارض المقدسه. في الوقت ده بنشوف قراصنه بتهاجم على قريه وبيدمروا فيها، وبيتصدى ليهم قاده الجيش الثوري دراجون، واللي بيكون اول ظهور ليهم في الارك ده. شرح سريع كده عن الجيش الثوري، دول بيكون منظمه هدفها انها تدمر حكومه العالم كلها، وعاوزين يهاجموا على الارض المقدسه ويحرروا الناس اللي بتعاني هناك. بمعنى تاني عاوزين يحرروا العبيد اللي عند التنانين السماويه. وقائد المنظمه ده بيكون مونكي دي دراجون، وهو بيكون والد قبعه القش لوفي. وبنشوف ان صابو اخو لوفي بيكون رئيس اركان الجيش الثوري هو كمان، وبيعملوا اجتماع مع بعض وبيعلنوا اعلان الحرب على الاجتماع اللي هيحصل في الارض المقدسه. بنشوف البحريه انهم بعد حرب اللحيه البيضاء معاهم بنوا حصن منيع جدا على مدخل العالم الجديد وسموه نيون مارين فورد، مقر البحريه الجديد. بنشوف بعد ما كل الحكام والنبلاء وصلوا اخيرا للارض المقدسه، وكمان بيكون الادميرال جراب بصحبته الاميره شيراهوشي وامراء البرمائيين والملك، وكمان بنشوف صابو وصل كمان هناك وبيشوف عيلته واخوه كمان، وبنشوفه هو متخفي في احد حراس الحكام. وبيوصلوا الحكام عند قصر الارض المقدسه وبيلاقوا هناك سير زي السلم ابو كهربا كده، والمفروض يركبوا عليه عشان يوصلهم لهناك. وفي مشهد صادم بيطلع العبيد هم اللي بيحركوا السير ده، بيوصلوا كلهم وبيدخلوا القصر وبيشوفوا كل الحكام التانيين هناك، وكل الامراء بيكونوا معجبين بالاميره شيراهوشي وعاوزين يتجوزوها، لكن هي بترفضهم كلهم. في اللحظه دي بنشوف بروتومي، واسف لو الاسم غلط، بيهاجم على قريه وبيعلنها رسميا انها تحت حمايه مونكي دي لوفي. وكمان بنشوف دوفرامينجو محبوس وفي طابق لوحده في قاع البحر، وبيقول انتوا حابسني هنا لوحدي عشان ما اقولش السر اللي هيقدر يدمر العالم، وبعدها بيفضل يضحك. في نفس اللحظه دي بنشوف شخص غامض وبيفتح باب كبير، وبنشوفه واقف قدام القبعه قش كبيره جدا ومعاه ملصق لوفي. نرجع لاخو صابو وهو بيروح عند مركز العالم، وده اللي بيقدر يسيطر على كل حاجه في العالم. وبيجي شخص بيقول له انك لازم تتعهد بالولاء، وبيقول له ممكن اطلع اقعد عليه، بيقول له ما تفكرش في ده نهائي، والكرسي ده اسمه العرش الفارغ، وان من 800 سنه في 20 دوله اتعهدوا مع بعض ان مش هيبقى في ظلم في اي مكان في العالم، ودايما هيكونوا محافظين على العدل والمساواه، على ان يكون في نظام ديكتاتوري، وان ال 20 دوله دول اتفقوا مع بعض ان اللي يمثلوهم في كل القرارات هم 5 اشخاص بس من التنانين السماويه، ودول بيكونوا متحكمين في العالم كله، وكل 4
سنين بيحصل المؤتمر ده عشان يتعاهدوا من جديد ويحلوا اي مشكله في الدول بتاعتهم. طبعا بعد استيلي سمع الكلام ده وشه بيقلب كده. نرجع لواحد من التنانين السماويه وعاوز ياخد شيراهوشي ويخليها عبد عنده. شرح سريع كده عن التنانين السماويه. دول اشخاص عندهم السلطه انهم يحركوا اديميرال من البحريه زي ما هم عاوزين، واي حد يفكر باذيه حد منهم فبيكون عقوبه الموت سواء من الحكام او غيره، وحرفيا بيعملوا اي شيء فقط اذا كان هيسعدهم. ممكن انهم يقتلوا اشخاص او يستعبدوا البشر عندهم ويشغلوهم زي الحمير، وبطريقه اوضح حرفيا دول حساله من البشر بس عندهم سلطه. بيجي شخص وعاوز ينقذ الاميره، لكن لوتشي واحد من السي بي نايت بيتصدى ليهم وبيضربهم، ودول مهمتهم حاليا حمايه التنانين السماويه. بيقف الملك نبتون وعاوز يضرب لوتشي، لكن وفجاه بيجي شخص من التنانين السماويه وبيضرب تنين سماوي زيه، ودي حاجه كانت اول مره تحصل في تاريخهم. بيعرف نفسه انه اسمه ريغو وبيعتذر للملك نبتون على اللي حصل، وبيعرفهم انه كان مستنيهم من زمان. في مره من المرات قاع البحر حدف سفينه في جزيره البرمائيين، السفينه دي كانت عليها التنين سماوي ريغو، ولكن بما ان سمعت التنانين السماويه وحشه جدا فمحدش رضي يساعدهم، بل بالعكس ده كان عاوزين يقتلوه. ولكن في اخر لحظه بتحميه واحده وبتتصاب مكانه من ضرب النار، والست دي بتكون زوجه الملك نبتون. بعدها بيعالجوه وبيمشوا. بنشوف ان من الحادثه دي غيرت الشخص ده وخليته يحب البشر وما يشوفهمش كعبيد، بل ان ليهم الحريه التامه في انهم يخدموك ولا لا. بيأمر ريغو السايفر بول انهم يمشوا من هنا وكمان يسيبوا الاميره شيراهوشي. في اللحظه دي بنشوف اتصال من البيج مام لليونكو كايدو بتعرفه ان قبعه الكاش لوفي جايه عندك وعاوزاك ما تقتلوش، عشان البيج مام هي اللي عاوزه تقتله بسبب اللي حصل معاها. لكن بيرفض كايدو وبيقول لها ان ليه ضغينه عنده كبيره. كايدو كان بيشتري فواكه الصمايل من دوفرامينجو عشان ياكلها لاتباعه ويكون اقوى جيش في العالم، لكن قبعه الكاش لوفي دمر المصنع بتاعه. وبنشوف ان كابتن كيد عند كايدو لكن بيكون فاقد الوعي وبينزف دم، لكن بتقرر البيج مام انها هتروح عند كايدو. في نفس الاتصال البحريه كانت بتتجسس عليهم وسمعوا ان اتنين من اليونكو هيقابلوا بعض، وده شيء مش مبشر بالخير. وبنشوف خوف البحريه من كده ومن عوده قراصنه الروكس. بنشوف شخص غامض وبيقابل القوه العظمى والمتحكمين في العالم الجيروكسي، وبيطلع الشخص الغامض ده بيكون اليونكو شانكس. بيعرفهم ان جاي عشان عاوز يتكلم معاهم عن قرصان معين. بنشوف صابو وهو قدر يدخل القصر وبيتسلل فيه وبيصور كل حاجه هناك. بعدها بيقول انه اخذ اللي هو عاوزه وبيكسر الحيط وبيركب غربان وبيمشي. وكمان بنشوف شخصيه من الجيل الجديد وهي بتتسلل للقصر هي كمان، وفجاه بنشوف واحد من التنانين راكب على ظهر الطاغيه كوما، وده كان احد الشيتشيبوكاي في البحريه وقوته كانت جباره جدا، لكن اتطوع عشان تتعمل عليه تجارب ويتحول لانسان آلي. بيشوفوا صابو وبيكون غاضب جدا وعاوز يروح يضربهم، لكن اصدقائه بيوقفوه. بنشوف البنت دي وبترجع لشكلها الاصلي واسمها جولاري بوني، واحده من الجيل الاسوء على الاطلاق، وبتشوف هي كمان كوما وبتكون غضبانه جدا. نرجع لصابو وبيكون معاه قائد الجيش الثوري، وبيبداوا يفتكروا كوما وان كان طيب وكويس معاهم، وكوما كان شغال مع الجيش الثوري. بيقرروا كلهم انهم هينقذوا كوما ويدمروا المكان هنا. نرجع للاجتماع وكل الحكام اجتمعوا مع بعض في غرفه واحده وبيتناقشوا مع بعض في امور الدول. نرجع لجروسكي وهم ماشيين في القصر ورايحين يقابلوا شخص، وفجاه بنشوف شخص قاعد على العرش الفارغ والجروسكي اقوى سلطه في البحريه بيرقعوا قدامه وبيسالوه انت قررت هنمسح ايه من التاريخ المره دي. بيبص لهم الشخص ده بنظرات حاده وما بيتكلمش ولا كلمه. بنشوف اخيرا قبيله المنك واقفين على الجزيره وعمالين ياكلوا بس. بعدها بشويه بنشوف القائد السابق للفرقه الاولى من قراصنه اللحيه البيضاء العمقاء مارك. مارك اعتزل القراصنه بعد موت اللحيه البيضاء وقعد في الجزيره دي وبيحميها، وكمان عنده قدره شفاء وبيحمي سكانها. وبيقابل مارك ملك القطط وبيقعدوا مع بعض، ولكن هو حاليا بيحاول يحمي اي شيء من بواقي الجزر اللي كان بيحموها. بيعرفوا نيكوموشي انهم رايحين بلد وانو عشان يهزموا اليونكو كايدو. بيتخض ماركو من الاسم وبيعترف ان كايدو اقوى قرصان بعد اللحيه البيضاء. نرجع للوفي والطاقم وهم ماشيين، ونامي بتحكي للوفي عن اخبار العالم اللي مكتوب في الجريده. حاليا لوفي متجه لبلد وانو، وفجاه الطقس بيتغير والامواج بتشتد عليهم وسمك ضخم عمال يطلع من الميه من جنبيهم، وفجاه بيشوفوا شلال قدامهم والسمك بيطلع عليه. بيمسك لوفي السمك بايده وبيخلي السمك يسحبهم لفوق
لحد ما بيطلعوا فوق الشلال. اول ما بيطلعوا بيلاقوا دوامة كبيرة جدا وبتسحبهم لتحت، ولوفي بيغرق في المية، ودي بتكون حدود ارضوانه، وجميع الطاقم موجودين هناك ومستنيين القائد بتاعهم وباقي طاقم قبعة القش لوفي. هنعرف ايه اللي هيحصل في الفيديو الجاي. طيب شباب وكل اللي بيشاهدني، الفيديو ده كنت لازم اجيبه عشان نفهم كل الاحداث، عشان نفهم كل الاحداث اللي جاية. عارف ان كان في ناس نفسها اخش في ارك وانو على طول، بس انا اسف بس كان لازم اعمل كده عشان تكون متابع كل حاجة بتحصل في وان بيس. ويلا همتكم معانا، عاوزين نوصل 10,000 مشترك في الفيديو ده، ولو وصلت 10,000 مشترك في الفيديو ده ومعاهم 1000 لايك باجز يوم من شغلي تاني، وهسهر طول الليل وانزل لكم الفيديو تاني يوم، وانا عارف انكم وحوش وهتعملوا اكتر من كده. ما تنسوش انك تصلي على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، وسلام.